Video is good. Okay, sound, test. Sound is good. So let's do it. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم راشد تحماني فيديو جديد. مرحبا بكم في القناة ديالكم اللي كنديروا فيها أي حاجة عندها علاقة بالفوتوغرافي والفيلم ميكين والرياكشنز والفلوغز والبي او في فيديوز بزاف ديال الحوايج في قناة واحدة. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. إن شاء الله غادي نهضروا على ثلاثة ديال التصاور اللي كتعتبروا من بين أشهر ثلاثة ديال التصاور في العالم. التصويره من بين هاد ثلاثه ديال التصاور اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو عندها قصه اللي كتخليها انها تكون مميزه بزاف سبيشال وماشي تصويره عاديه. التصويره الاولى اللي غادي ندويو عليها هي هاد التصويره هادي اللي في النظره الاولى غادي تبان لكم تصويره اللي في شكل داكشي ما باينش وما ما باينش اصلا شنو هو الشيء. هاد التصويره هادي هي اول تصويره في العالم والتصويره هادي تصورات في فرنسا في عام 1826 بين 26 و 27. هاد التصويره هادي هي اللي عطات الانطلاقه ديال هاد الدومين هذا كامل ديال الفوتوغرافي. يعني هادي هي اول تصويره التقطها انسان على وجه الارض. التصويره سميتها فيو فروم ذا ويندوز اوف لوغرا. يعني لاحظتوا التصويره ما كتبانش مزيان اصلا شنو هو هادشي هذا، ولكن الناس بمرور السنين ما داروا تعديلات على الصوره. كانت هادي من بين النتائج. الى لاحظتوا راه كتبان لكم السماء هي الفوق بيضاء وكتبان لكم تما بحال شي بنايات والتصويره ملتقطه من شرجم. وواحد خونا مؤخرا راه شدها وردها باللوان وقاد ليها لي ديطاي وبين ليها داكشي كامل. وهذه هي النتيجه. يعني هذه التصويره هذه كون مثلا تصورات في هذه اللحظه هذه بالكاميرا ديال هذا الوقت هذا كانت تقدر تعطي بحال هذه النتيجه هذه. والتصويره الثانيه اللي غادي ندويو عليها في الفيديو هي هذه التصويره هذه. غالبا غادي تكونوا كاملين كتعرفوا ما نظنش كاين شي واحد ما عمره زعما ما عمرو شاف هذه التصويره هذه اول مره يشوف. معروفه بزاف وكتعتبر من بين اشهر الصور في العالم اللي هي بليس. التصويره سميتها بليس ديال ويندوز اكس بي. الحاجه اللي خلات التصويره هذه تكون زعما تصويره واعره بزاف هي انها مصوره بتقنيات اللي قديمه، يعني ماشي التقنيات الجديده ديال التصوير، مصوره بالنيكاتيف بالفيلم القديم. والنتيجه كانت واعره بزاف، الجوده الكواليتي ديال التصويره واعره بزاف. الحاجه عاوتاني اللي كتخلي هاد التصويره هادي تكون سبيشال هي انها احترمات تقريبا كاع الرولز ديال الفوتوغرافي. كاين واحد الرول في الفوتوغرافي سميتو الفريمين، انك خاص داكشي تجيبو عبارة حيت المشاهد خاصة المشاهد الغربي تيقرا من اليسر لليمين، يعني كيشوف الحاجه من اليسر لليمين. وهنا كتبان لكم واحد بحال واحد الميلان جاي من هاد الهضبه هادي وهابط، كتشوف الاول في هاد الجهه هادي وكتهبط وكتشوف هنايا، كيعطيك داكشي واحد الصوره اللي زوينه بزاف. وكاين اللايتين عاوتاني، القوانين ديال اللايتين محترمينهم بواحد الطريقه اللي خطيره بزاف. نتيجه واعره، داك الشمس ديال ما بعد الظهيره ضارب هنايا في هاد القنت هذا وعطينا واحد الظل هنايا الغيوم مولا عطينا الظل هذا مخبيين الشمس وعطانا واحد الظل هنايا اللي زوين، جا داكشي واحد الكريد جات زوينه ما بين البلاصه اللي مضويه والبلاصه اللي زعما اللي مظلمه. جا داكشي بشويه بدا تيديكرادا حتى وصل داك زعما داك الكحوليه اللي لهيه. والقانون عاوتاني الثالث اللي تحترمه بواحد الطريقه اللي الصراحه بيرفكشن هو رول اوف تيرتس. رول اوف تيرتس هو ملي كتقسم التصويره على ثلاثه، تيكون عندك الفور جراوند لتحت هو هذا، وتيكون عندك الميد جراوند والباك جراوند. وماشي هذا الشيء هذا هو زعما الحوايج الوحيدين المميزين، حتى الثمن ديالها باش تبعت واحد الثمن اللي كبير بزاف. من حد الان مازال ما معروفش الثمن الحقيقي باش تبعت، ولكن اللي معروف هو انه واحد الثمن زعما كبير بزاف اللي كاين اللي تيقول لك انه ثالث اغلى تصويره في العالم. وغادي تكونوا كتسائلوا دابا ملي هي ثالث اغلى تصويره شنو هي اول اغلى تصويره في العالم. داكشي اللي غادي يخلينا ندوزو للتصويره الثالثه اللي غادي ندويو عليها واللي هي اغلى صوره في العالم.
التصويره هذه صورها واحد المصور أسترالي اللي سميتو بيتر ليك. المصور هذا خاص بداك الشيء ديال لاندسكيب، التصوير ديال الحياه البريه بصفه عامه. والثمن باش تبعت التصويره البلاك اند وايت، يعني النسخه الفيديو كحل ديال هذه التصويره هذه، راه واحد الثمن خيالي اللي هو 6.5 مليون اوف دولار. واللي في شكل الصراحه في التصويره هو ان البلاصه هذه فين تصورات التصويره هذه ماشي شي بلاصه اللي في شكل غادره مشى قلب عليها ولا كاها ولا عندها شي قصه. البلاصه زعما عندها شي قصه اللي في شكل وصورها. هاد البلاصه هذه منطقه سياحيه في امريكا في اريزونا، ومعروفه بزاف تيمشيو لها السياح زعما تيصوروا فيها تصاور بزاف، يعني كاين تصاور بزاف وتقدر تلقاو تصاور اللي قراب حتى لهاد التصويره هذه. حتى لهنا كنوصلوا للاخر ديال الفيديو. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا وشفتوا ثلاثه تصاور او ثلاثه قصص وراهم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبركوا على داك لايك، واللي ما كنتيش مسبسكرايب وكتفرج فيا اهبط سبسكرايب ما عندك ما تخسر. وتهلاو ليا فراسكم بزاف. كان معكم خوكم رشيد الحماني، نتشوفوا في فيديو جاي ان شاء الله.